سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. ما أقصاها من معاملة لأب أو أم من ولد عاق لا يخاف الله. هل تتصور عزيزي المستمع أو المستمعة بأنك صرفت كل حياتك وعمرك ومالك وشبابك وراحتك ونومك وكل تلك الأمور على فتاة أو شاب وعندما تكبر تضربك؟ نعم تضربك، تهينك، تذلك، تصرخ في وجهك، قد تأتي لك بالعار رغم أنك أحسنت إليها التربية بكل ما يقال بأنك أحسنت التربية. أين الخطأ؟ أين الخطأ عند أبو خالد الذي يسكن في المنزل المجاور لمنزلنا؟ إنه رجل من فلسطين ولكنه عار على جميع الفلسطينيين الذين لا أعرف عنهم سوى الكرم والشجاعة والحب والدفاع عن أرضهم. تزوج امرأة كبيرة في العمر بعض الشيء، كانت تقريبا في 40 من عمرها. لماذا تأخرت في الزواج أعزائي المستمعين والمستمعات؟ المسكينة كان لديها والد عاجز وأم مسكينة. بعد أن توفي والدها وتوفيت أمها وقامت على خدمتهم بما قامت، قرر إخوتها بعد ذلك أن يزوجونها، لكن القطار فات، فمن أين لها أن تأتي بفارس الأحلام التي تحلم به كل امرأة؟ حتى زفاف لم يقوموا بتجهيزها كما تجهز أي عروس، أو أقاموا لها زفاف، جعلوها ترتدي ملابس عادية، وضعوا لها أشياءها في حقيبتين، وجاء ذلك الرجل الفلسطيني أبو خالد، هذا اسمه، وهو متزوج من امرأة سابقة ولديه أولاد من امرأته السابقة، قام بأخذها إلى بيته الذي هو عبارة عن 3 غرف تكاد تقع فوق رأسهم. إن ذلك البيت لم يكن بيته أيضا، إنما كان بيتا لأحد إخوة تلك السيدة التي اسمها أم عامر، هو أبو خالد وهي أم عامر، أنجبت منه عدة أولاد. والغريب أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمها بأولاد توائم، رغم أنها كبيرة بالعمر ولكنها استمرت بالإنجاب ما بين 40 و50، فكان لديها ما شاء الله كان 10 أولاد توائم، مرة تأتي ب3 أولاد ومرة بدين. المهم كان لديها فتاة واحدة فقط لا غير، كان عندها 9 شباب، وليتها لم تأتي بابنها خلدون أبدا، والولد الثالث تقريبا بين أولادها. عامر كان شخصا محترم، وعمر أيضا كان شخصا لطيفا، وعمير أيضا كان شخصا لا بأس به، إلا خلدون كان سيئا مثل والده. أبو خالد كان يحب أن يشرب الخمر ولا يقبع من أن يجلس في قارعة الطريق ويغادر تلك الفتاة، رغم كبر عمره لم يكن صغيرا، ولكنه كان فاسد القلق وكان الجميع يكرهه على عكس زوجته. كنا جميعا نحبها ونحترمها ونقدرها ونقدر التضحية التي تعيش من أجلها مع أولادها، وتحاول أن تكبرهم وتحاول أن تجد فيهم السعادة الضائعة بعد أن تزوجت كبيرة في العمر من شخص ليس مبال إلا بنفسه وكأس الخمر الخاصة به. الجميع ينتقد أبو خالد، الجيران ينتقدوه، زوجته تنتقده، أولاده ينتقدوه، لماذا تفعل ذلك؟ ألا تخشى الله؟ ألا تخاف الله؟ ومن تلك الأمور إلى أن جاء في يوم من الأيام قال لابنه خلدون: أمك تضايقني كثيرا. وكان هذا الشاب مدمنا على التدخين وعلى شرب ما بقي من خمر والده النجس. في تلك الليلة كان يريد أن يشرب الخمر مع والده علانية بطلب من والده، قال له: إن طلبت منك كذا وكذا وفعلت سأعطيك نصف الزجاجة، وليس ذلك فحسب، سأسمح لك بالتدخين داخل المنزل، وكل من يقول لك لا الولد الفاجر، الولد التافه، الولد العاق. تعلمون ما طلب منه والده؟ أعطاه حزامه الذي يضعه على البنطار أو السروال كما يقولون في بعض البلدان، قال له: اضرب أمك 12 ضربة وبعد ذلك تعال لتسكر معي حتى الفجر. لم يتوانى من أن يأخذه ولم يفكر، لم يقول: أمي مسكينة، أمي مظلومة، أبدا. نادى أمه قال: يا أمه عامر. قالت له: ماذا؟ قال: تعالي. جاءت قالت له: لماذا تصرخ بي هكذا يا ولدي وتحدثني بتلك اللهجة؟ فإذا به يدفع أمه يرميها على الأرض ويبدأ يضربها ويعد الضربات بصوت عالي أمام والدي حتى أكملت 12 ضربة. وفي الضربة 5 أو 6 دخلت ابنتها المسكينة وحاولت أن تدافع عن أمها بشتى الوسائل، ولكن النهاية أنها هي وأمها قسما الضرب من
الفتى خلدون. قال لها: الآن أصبح لي ظهر في هذا البيت، إياكم أن تتعدوا على حقوقي أو أن تقولوا لي لماذا تفعل هذا ولماذا لا تفعل هذا. وماذا قال له؟ شبل شبل، والله أنت ابن هالأسد. قام بإعطائه باكية من الدخان وجلس يذكر مع والده. عندما قامت أخته بشتمه ضربها ضربة قوية جعل الدم يخرج من فمها وأنفها. عندما علم أخوته في المساء ما قام بفعله غضبوا منه غضبا شديدا وقاموا بالصراخ عليه وحاولوا أن يتهجموا عليه، ولكنه كالمجنون. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كانت أمه لا تهمه، هل سيهمه أخوته؟ ركض إلى المطبخ كالمجنون وأحضر سكينا وبدأ يلوح بها بوجه أخيه هذا وبوجه أخيه هذا، وقام بوضع السكين على رقبة أمه وقال: إن اقترب مني أحد سأقتلها. استغفروا ربه كثيرا وحاولوا أن يهدئوا من روعه، والفتاة المسكينة تورم وجهها بسبب الضرب الشديد الذي ضربها إياه. ومن تلك الأمور وأصبح في كل يوم يسهر مع والده حتى الفجر، إن كان هنالك مسكر شرب معه أو كان هنالك تدخين شرب معه. المهم في هذا الأمر، الجميع في حينا كرهوا هذا الشاب وكرهوا والده القذر مثل أمه. عامر المسكينة تبكي في كل يوم، وأصبحت تعمل في البيوت من أجل أن تقوت نفسها وأولادها، لأنه استنفذ كامل المال الذي لديها. قام إخوتها بقطع المال أو المعونة التي كان يعطونه إياها بعد أن علموا أن ولدها ضربها ولم تطرده خارج المنزل. من أين لها أن تطرد ولدها وهي لا حول لها ولا قوة، وزوجها الشيطان يقبع أمامها ويعلم ولده ضد أمه وأخوته أولئك ضعفاء. أنا أتحدث عن شاب بالكاد عمره 17 عام. أعزائي المستمعين والمستمعات، أنا لا أتحدث عن رجل عمره 20 أو 25 أو 30. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطامة الكبرى ليست هنا أعزائي المستمعين والمستمعات. كنت كلما أراه أنا ذاهبة إلى الجامعة أو عائدة من الجامعة أتضايق وأنا أراه يجلس أمام الباب، فأرسل أحد أخوتي الكبار ليقول له: تستر وادخل خارج ادخل داخل منزلك، الفتاة تريد أن تخرج، الناس تريد أن تمر في الشارع، أنت تضايق الجميع. وكان يخاف من إخوتي كثيرا، فهم يلعبون الكاراتيه والملاكمة، ينصاع لهم ولكن للآخرين قد لا ينصاع. أنا لا أنكر أنه لا يتجرأ إلى أن ينظر إلي، ولكنه ينظر إلى الفتيات الأخريات. لا أنسى هذا اليوم ما حييت أعزائي المستمعين والمستمعات. كنت عائدة تقريبا وقت المغرب من الجامعة وأنا أسمع أم عامر تصرخ كالمجنونة كالمجنونة تصرخ أعزائي المستمعين والمستمعات، وهو يسحب فتاته الوحيدة التي بالكاد عمرها 12 عاما على الدرج، ويقوم بإعطائها لاثنين ثلاثة تقريبا من الرجال ليأخذونها معهم. لماذا يريد أن يعطي ابنته لأولئك الرجال الثلاثة؟ هل تعرفون لماذا؟ لقد خسر بلعبة القمار لمدة 3 أيام ولم يستطع أن يسد الدين الذي عليه، وأمام تهديدهم وقد كتبوا عليه شكا سيسجنونه به، لم يبقى أمامه إلا أن قال لهم: خذوا ابنتي بدل المال. فأعطوه الشكات وقاموا باستلام الفتاة. وكنت أسير باتجاه المنزل عندما أتت أم عامر تصرخ أمامي وتمسك بقدمي وتقول لي: أنقذي ابنتي، أرجوك دعي إخوتك يوقفونه عند حده، لقد باع ابنتي بلعبة قمار. غضبت غضبا شديدا وكنت كالمجنونة. عندما صرت متجهة باتجاه البيت أنادي أحد إخوتي الذين قلت لهم أن أبا عامر باع ابنته للاعبي القمار، وهو الآن وهم الآن يتقاسمون الفتاة في أسفل الدرج. جن جنون إخوتي، كل إخوتي الشباب خرجوا من المنزل واتجهوا نحو ذلك البيت الملاصق لبيتنا، وبدأوا يدافعون أولئك الرجال، وهو بنفسيته القذرة أعزائي المستمعين والمستمعات يقول أنها ابنته يفعل بها ما يشاء وأن لا علاقة لهم بالموضوع. أقسم لكم أعزائي المستمعين والمستمعات، إن رأيتم في جسده نقطة بيضاء تعالوا وقولوا لي، لقد أوسعه إخوتي ضربا. إخوتي والجيران الشباب الموجودين في البناءان الآخران، الجميع نزل، الجميع يضرب، الجميع يريدون منه أن يموت، حتى الرجال الثلاثة الذين أتوا لاقتسام الفتاة أوسعناهم ضربا إلى أبعد الحدود، وتم حضور الشرطة وقلنا لهم أنه فعل كذا وكذا وكذا. فماذا قال صاحب الشرطة بكل هدوء وهو أحد سكان الحي الذي نسكن فيه؟ قال: عندما تنتهون منه ارموه خارجا هناك بعيدا عن الحي تماما، وإن دخل إلى هذا الحي مرة أخرى سأرميه بالرصاص بنفسي. الجميع يكره سيرته السيئة. لم يكتفي بضرب الأم وبتعذيبها وبجعلها تعمل في إحدى البيوت من أجل أن تكسب المال، ولكنه بدأ الآن ببيع بنته الوحيدة التي لا يملك سواها. منذ ذلك اليوم لم أعد أرى لا أبا عامر ولا ابني خلدون يأتون إلى البيت، وأصبحت حياة أم عامر مختلفة تماما. والحمد لله رب العالمين أن تلك الفتاة لم يتم إليها الإساءة بأي شكل كان، وعندما كبرت لم يعاملها الجيران بسوء تصرف والدها، وإنما
تقدم لها أحد الشبان وتزوجها وستر عليها ولم يأخذها بما فعل والدها. وفي الشهور الأخيرة علمت أن ابنها خلدون مات بجرعة مخدرات زائدة. أما زوجها فقتولا بعد لعبة قمار فاشلة مع الشباب وعزه عن دفع الدين كانوا في حالة سكر، فهو أطلق عليهم النار وهم أطلقوا عليه، فكان نهايته كما تستغربون أن مثل هؤلاء الآباء موجودون. نعم هم موجودون وبكثرة، بل ويتباهون باهون تصرفاتهم السيئة وأفكارهم الغريبة والتي لا تمس للدين بأي صلة. أتمنى أن لا يكون خلدون النموذج الذي يحب الشباب أن يقتدون به فيضربون أمهاتهم يذلونهم من أجل كأس خمر أو من أجل بكيت دخان أو من أجل أن يقول لهم أبوهم بأنهم أصبحوا الآن رجال وسوف يشاركونه في المعصية. ما ذنب تلك المسكينة؟ قد صبرت كثيرا كثيرا رغم أن ولدها مات، لكنها كانت تبكيه دائما وتقول لست غاضبة عليه، كان مجرد ألعوبة بيد والده. دائما تقول اللهم احرق والده بالنار كما كان سببا في حرق حياتي ولدي ورميه. القصة متعجة أعرف، تثير لديكم مشاعر سيئة. أنا متضايقة جدا من حياة جارتنا أم عامر المسكينة مع زوجها السيء. ليس من الضروري عزيزتي المستمعة إذا تأخر بك موكب الزواج أن تلقي بنفسك بين أحضان أي شخص كان من لا يستحق، ورفضيه. حاولي أن تنتقلي لنفسك الزوج الجيد. أعرف أن المسألة صعبة على فتاة تأخر بها الزواج، ولكن مثل هؤلاء الأقوام لن يأتوا إلا بالسيء مثلهم. تزوجت شخصا سيئا وأنت في آخر عمرك، هل تظنين أنك ستصلحين؟ الله أعلم، ولكن السيء في بدايته سيكون سيئا في نهايته. لا أقصد بقصة الإساءة إلى أحد، وإنما أحببت فقط أن أعلمكم بقصة أم عامر المسكينة وما عانته من زوج فاسد لا يخاف الله. إذا أعجبكم المقطع فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. إن لم تكن مشتركا في قناتي فإني أدعوك للاشتراك، وإن كنت مشتركا فإني أدعوك على التعليق. وبماذا تنصح كل فتاة تأخر بها الزواج؟ كيف تختار زوجها الصحيح كي تنهي حياتها بشكل صحيح؟ ونحن في النهاية نتحكم بالأقدار، الزواج وعدم الزواج بيد الله. شكرا لحسن إصغاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.